وصلنا لآخر فقرة من فقرات نهارك زين. وضيفتي الرئيسية اليوم فنانة، هي ممثلة متألقة، تميزت بإتقانها أدوارها وأدوارها متنوعة بين المسرح والمسلسل والسيت كوم، بين الكوميديا والتراجيديا. ممثلة من الزمن الجميل، من الجميل، من الجيل الذهبي للممثلين بمسيرة فنية تجاوزت 20 سنة. نجحت في أنها تجذب المشاهدين من أجيال مختلفة، تفاني كبير وحب لمجال التمثيل، إحساس عالي يوصل للجمهور اللي يفرح بمشاركتها في التمثيل. ممثلة حبيتوها وحبيتوا أدوارها، من أبرزهم ريم في إخوة وزمان، زينب في الريحانة، نجوى في شرع الحب، وصباح في سيد الريم، وبرشا أدوار أخرى، آخرها لطيفة في أولاد مفيدة. ضيفتي اليوم الممثلة نادرة الملوم. نهارك زين. صباح الخير. نهارك زين. نهاركم زين المشاهدين الكل والحاضرين لكيب والشيف. ميرسي على المقدمة الحلوة. أنت زيدة ممثلة من زمن الجميل ومحلي زماننا الكل، ومحلي حتى طوى محلين الحمد لله. كي نقولوا الجيل الذهبي شنو تتذكر نادرة؟ أعمال خالدة الحقيقة، أعمال خليت بصمة. نذكر العشرة الحلوة، في نسيف الرجال، نذكر الفرصة اللي نجم نقول فرصة، نجم نعتبر روحي محظوظة أني خدمت مع ممثلين عندهم وزنهم في بداياتي. مع المخرج القدير حمادي عرافة في نسيف الرجال، مسلسل المطوس زيدا كان عندي فيه دور صغير. أول عمل تلفزي كوا خاطر أنا مطوس. بديت مطوس مع بعضنا شلمت بارك الله مطوس دونك بالنسبة للعمل التلفزي كانت فرصة باش تلاقيت مع ألمع نجوم الدراما التونسية نسيف الرجال. تفكر أيام مطوس ثلاثة شهور في الصحراء؟ أي تذكر في ظروف مناخية صعيبة، صعيبة الكوستوم زيدة كان ثقيل برشا وسخون برشا، وما محلي يخرج عمل من القلب بيوصل طرفة. هل صحيح أنك كنت في مخك أنه الممثل يدفعوا له فلوس هو اللي يدفع باش يمثل؟ أي صحيح. كيفاش؟ قبل مغرومة أنا الحق بالتمثيل وشاركت في المسرح المدرسي قبل وفي الليسي في خزنة دار، وبابا كيف زيدة راهو شجعني ومغروم بالتمثيل. كنت نتفرج بانبهار هكا، عينين واسعة وعينين قلوب، عرفت؟ عاد أنكدوت هي صارت وقتها، قبل نحكي مع بابا قلت بابا قديه يلزم فلوس باش تهزني المثل؟ قال لي وين؟ قلت نحب نمثل، معناها نحب راهو ماما تسع نرجع لك قبل كنت نحييها ونسلم عليها راهي تفرج عليها، تقول لي نقعد راسي راسك نخاف منك في الدار. علي نحكي مع العرايس نسميهم، وعندهم الموندو سيناريو كامل يتحط معناها في بيتي. تقول لي ماما ترعبني ما تسكتش تحكي مع العرايس، تقول لي وحكي وعطات تريحة لدراشكول وهذيك ومشيش يقرا ودراش تغشت عليه حاسيل وحكايات. دونك قال لي بابا راه مش هكاك تتم العمليه، راه فما كاستينغ ويختاروا الممثلين. فما عام انا بالزهر عملت في سبور حسيت ضربه ركبتي، عملت جبيرة على الساقي الكل، وانا قاعدة في الأيامات هذوك متاع السيف قدام التلفزة ويخرج كاستينج قوي للرمان محمود بن محمود نتذكره كما توا. نبكي وحالتي حليلة، وما عرفت لما هزوني في السي تي في نحييهم زيدة محمد مبروك كلهم هذوما يقعدوا ميموريزي. مشيت بجبيرة طلعت خوازيم ايتاج يظهرلي في سنتر فيل بجبيرة كاملة في ساقي دونك، وعملت الكاستينج وتعديت في الكاستينج أما ما شاركتش في العمل هذاك. بعد وليت كولابوراسيون انتر كوليك مع الهاشمي غشيم يرحمه، كانت البداية في المسرح في مسرحية أجواء أجواء مع ليلى الشابي جعفر القاسمي مع، وبعد جيت فرصة في دور كن صديقي زيدا مع لامين النهدي لو غران لامين حيي، وبعد جي ماتوس فرد وقته سلسلة التاكسي. سلسلة تاكسي بنت الدلولة وانا صغيرة لو هيدا نحكي لمين النهج وليلى الشيب اللي تولدت ايه ذكريات محلها ومخسي على الفرصة اللي اعطيتيني عايشك. اما جوست حبيت نسألك بار كيوريوزيتي قديش كان ماشي في بالك يزمك تدفع للمخرج باش يخدمك؟ ليه قناعة تامة معناها انا قديش فلوس معناها فلوس نتخيل برشا فلوس ما نعرفش 20 سنة تيلي ولا اكثر شوية كنت تخمم تقول المدلو 20000 باغ اكزومبل ليه ملايين نعرف اللي بوتيتخ ملايين يلزم نعطي ملايين
معناها. دونك مبروك العمل الجديد المسرحية وحلة بوانتين من إنتاج وإخراج سامي منتصر. عمل في الفودفيل دونك هو أصل العمل هو عمل مقتبس لمسرحية فرنسية أصل العنوان شا إسوري تشات إسوري فما جدمو على خاطر هي تدور على الانترنت والحاجات اللي تنجم تصير هكا باش العنوان اختار المخرج نحيي سامي منتصر العنوان وحلة بوانتين هذيك باش تسميها الفار والقطوس ماهوش في ديل العنوان للمحتوى جست هذيك هو اللي كنا كان في بالي يقعد يا تشات إسوري يا إما العنوان وحلة بوانتين يظهر لي يجي قياس جست ما تفاصيل العمل ومعاك درصاف مملوك اي درصاف كان ضيفتنا الأسبوع الفارط اي فرحانة برشا باللمة وعمل نخدم فيه بكل حب وبكل طاقة الحقيقة وإن شاء الله عمل لي الاستحسان للجمهور ويجيوا ويتفرجوا في دورساف كما قلت انت في محمد توفيق الخلفاوي نحييه زيد نحييهم الكل كل شو انا طبش نسمي بقلبي راه مش بالترتيب فيها زهير الرايس توفيق البحري محمد بليش دره وينجي لما حلوه المخرج كما عودنا سامي منتصر كان مش نعملوا غابيل صغير مسرحيه المدك اللي هي لقات نجاح حلو برشا الحقيقه جماهيري به مسرحية حاجة مغامرة وحلوة وفيها برشا معناتها جو تفدليكة مي بطريقة سلسة وبطريقة حلوة بتونس هيارة وبطريقة نظيفة اللي توصل للعائلة الكل وبطبيعة متونسة في وقت من الأوقات كان الكبير الجران عبد العزيز المحزي كان هو اللي يقتبس المسرحيات ويتونسها لدرجة اللي بيعرفش هي مقتبسة من شيش البيلو بالكل اللي هي أصلها فرنسية أو أصلها من روحنا كوثر واحنا في حاجه انا كممثله في حاجه اني نخدم الانماط الكل في التلفزه ولا في السينما ولا في المسرح سواء تراجيدي ولا فودفيل ولا انا بيجي يساعدني فما هكا الفصحى نتاع التنوع الأمل. الامل والناس زاده توا في الظرف هذا خاصه ربي يحفظنا ويبعد علينا البلاويت الكل دونك في حاجه انها تتفرهد وتخرج ضحكه من القلب عوده للمسرح دونك نادره لملوم بعد غياب طويل بعد ما شفناك ممكن مركزه اكثر في التلفزه من المسرح والله هو ما كانش اختيار الحقيقه انا بدايتي قلت لكم على الهشمي غشام يرحمه مسرحيه اجواء والجيل القديم الجيل اللي سبق اللي معناها يمكن يعرفوا الاسم هذا بالكدا وهو غني على التعريف الحقيقه صحفي وكاتب ومثل الله يرحمه يرحمه وينعمه مع معاذ الكديري كانت عندي مسرحيه من سنوات اسمها ألبينوس فيها زيدا لما حلوه نتاع ممثلين بعد مع حافظ خليفه خدمنا خضره عرض فرجوي وخدمنا زيدا طوفان عمل تراجيدي وتوهني في المسرحيه في الفودفيل ان شاء الله بقى ما كانش اختيار خاطر شوف انا نحب التمثيل ما فهميش عرض انا نحب التمثيل ونعرف اللي قواعد اللعب هي اللي تختلف راه كل حاجه وصعوبيتها المسرح عنده نكهه وعنده شاغم وابو الفنون نحبه ولا نكرهه والكونتاكت مع الجمهور فيه رونق خاص معناها فيه يعطيك شحنه وفي التلفزه وانت تعرف زيدا كي خدمنا مع بعضنا برشا الصعوبيه وين انك تتقمص دورك سي بون لكن فما الديبويمون كي يصير تقسيم المشاهد بالديكور يعني كي ترجع يلزمك ترجع لنفس الحاله ساعات اللي بديت منها بعد شهرين باغ اكزومبل اذا كان انت ما يكونش احساسك مرهف برشا وفايق باللعبه والدوزاج نتاعك صحيح نجم تفلت منك الامور بالرغم يكون المخرج قدير وسكريبت واللي زاسيستون واقفين لكن انت لازمك تقيسها فهمت معناها باش ترجع من ديكور دونك كل حاجه وصعوبيتها كين توا تتوجه للوطنيه الثانيه شنو المسلسل اللي تطلب منهم يعاودوه لك الأعمال الكل عزيزة على قلبي الحقيقة عودوهم الكل مثال شامة إن شاء الله في الإعادة أكثر عمل قريب لقلبك تتمنى خدمته في الوطنية بتبيع وتتمنى أنهم يعودوه والله إخوة وزمان عمل الحقيقة كلهم باش ما نقول مازالوا كيعاودوه إخوة وزمان مازالوا كيعاودوه ينساش يعاودوه لنا مرة أون بوكل يحبوه الناس نحس اللي عنده تأثير على العبيد وفي الشارع باقي مازالت الناس تتفاعل مع الأحداث وتسألك علاش هكاكا وشنو صار شبيك عملت هكاكا لخوك وتحيه لروح زملائنا ارواح زملائنا اللي فارقونا كيما عبد الوهاب الجمني كيما فما برشا
اللي مثل ابو جعفر يرحمه، ما نحبش نذكر الاسماء توا، انا كنت نتفرج راه نحس شويه نتذكر. تحيه لارواحهم الحمد لله نتفرجوا فيهم ونرحموا عليهم. هذه حاجه معناتها كيفاش نقول لك، تفقد انسان وانسان كنت تخدم معاه وكنت حاجه صعيبه برشا، لكن الحمد لله انه نتفرجوا فيهم باش توصل لهم رحمتنا ان شاء الله بقدر ربي، رحمه ربي مما لا شك فيه. دونك اخر مشاركه لك في سينما نادرة لملو. اوف سينما عندها برشا برشا ناهي برشا. علاش مشاركه ضئيله؟ رغم اني برشا افلام ما نسمعش بهم الكاستينج الحقيقه. بون علاش انت مستحقه انك تسمع؟ لا لا اما ما نفيقش وقت المخرجين ما يعرفوش نادرة لملو، يعرفوا نادرة لملو. مش معناها ما نسمعش بهم يعني انا علاش نمشي ولا ما نمشيش، سي با سا، لكن تفيق كان بالعمل تصور يعيطوا لك في البريمير اجى تفرج ونمشي نتفرج. سي سا معناها وقتاش تصور معناها ياسر على الضيق في السينما. انا ولاو يعيطوا لي كمنشطه يجي تفرج مش بعد نستدعي الممثلين اي حضورك جميل ينسيوا لي انا ممثله بالاساس، عيطوا لي نمثل تو بعديك نجي نعمل التغطيه. دونك اخر مشاركه ليك في السينما دونك سا في لونتون يظهر لي وقتاش؟ ساتان روج نتذكر خدمت في ساتان روج الراجل العماري ونوري بوزيد على راس منتين من هذه اللي نذكرهم الحقيقه. جستمون نرجعوا بديت قلت لك في كن صديقي. كن صديقي كن صديقي معز كمون اي من عام 2000 يظل اي معز كمون ومن مساعد المخرج كان الياس الزريلي. الزريلي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه من مساعدين المخرجين اللي علموا توا برشا مساعدين في السينما واللي يبقى يبقى استاذ برشا مساعدين واللي من احسن ليزيسيستون اللي عندنا في السينما وفقدناه. فقدناه يخدم قلب رب الياس يرحمه كان سيغيو برشا يعلمك الانضباط بالحق. جوستومون انا نتذكر كنا باش نتعارك وانا وياه الله يرحمه والله. دونك هل صحيح انك في بدايتك في التمثيل كنت نوعا ما فرحانه لدرجه انه ممكن ساعات في الدور تعطي اكثر من اللي يلزمك تعطي وماذا بيك لي سيكونس الكل عندك وتزيد وترتجل في النص؟ يمكن يولي ديفو ما عادش كاليتي. انا ما نرتجلش من وقت التصوير لا، فالكاميرا بدات تدور. انا نسال فيك في سؤال انا عايشته معاك. مي خليني نقول لك لازمني نسال عزيزتي هذه الاسئله. انا متيكولوز برشا في الخدمه كل صغيره وكبيره بالتدقيق بالتفصيل الممل بالمكتوب وندخل حتى اونتخ لي ليني في اللي مش مكتوب. دونك نعطي بالحق قيمة برشا للتحضير قبل التصوير. دونك مش حفاظك هاو تحفظ لا لا، نغوص في أعماق الشخصية وفي تفاصيلها في مشيتها في خزرتها في وقفتها. مش أنا هو فيها نوع من الهبيل راهي خدمتنا شوية. دونك باش هذيك الكل نعطيه قيمة قبل تلقاني نكتب ونخدم أكثر من اللازم ونقلق المخرج اللي معايا بالأسئلة من الأول يفرحوا محلاها تهبل هكايا. اما كي تولي كل يوم فهمت تولي اما ما نزيدش وقت التصوير تولي. وانا عانيت منها الحكايه على خاطر كل يوم في الليل بويسكو بيت انا ونادره فرد بيت تبدا نادره كوثر هذا كيفاش وهذا كيفاش ونكتبوا كل شيء. دونك شفت واحد يبدا يسالك في سؤاله هو يعرفه، هذيك خايب انك تكون منشطه ممثله تبدا تعرف مين مقرر انك تسال لانه اسئله صحفيه للصحفي رئيس التحرير. انا والله قبل ما نتعب قبل التصوير نتعب كما تقول انت يمكن قد ولا اكثر من اللي نصور ما. هل صحيح انك ندمت على دورك في سيت كوم سبع سبايا؟ ندمت ولموك عليه؟ لموني ولا برش. تقول لموني اللي غاروا مني؟ لا 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 مش لموني اللي غاروا مني، لموني اللي حبوني، لموني برشا من الناس تحبني برشا من الدومين. لكن هو راه ايش نقول لك، العمل الكمال لله، كل عمل فيه نقائص. وانا كان مش ندمت كعمل فني لا، مثلا نحب لو سيريو في الخدمه، نحب المواعيد المضبوطه، نحب معناها اني نمشي نقعد نهار كامل وما نصورش شيء ومن بعد معناها النهار هذاك باش تحسبوا ما تحسبوش وش خليت انا ورايا وكنت نجم نخدم حاجه اخرى، فهمت يعني هذوما الحاجات اللي كانوا قلقوني شويه. لكن كعمل فني فيه الباهي وفيه الخايب اكيد. انت كي تفرجت فيه العمل دي بوان فيبل معناها كي تفرجت فيه العمل ككل بقطع النظر على وجودك فيه كممثله، عجبك ولا ما عجبكش؟ عادي عادي معناها
ما يقعدش في بالي. هذه دبلوماسية. لا لا مش دبلوماسية بالحق عادي، مش خايب برشا كمان زيد الخلصي تبارك الله عليه، معناها فما مشاهد تخدموا تقنيا مزيانين على الاخر، اللي دار العمل ما كانش فما سكوليت الصحيحة، ما كانش فما السيناريو اللي تنجم تبني عليه بالصحيح. يعني بالحق كي نقول لك نمشي بريفو باش نصور كذا وكذا، هو ديكور فيكس، هو سيت كور، تمشي تلقى روحك تتبدل الحكاية، ومش من المخرج معناها من النص المكتوب الورق، لا أزمة السيناريو معناتها السيناريو موجود، أزمة قلة نظام. فهمت شنو هما الحاجات اللي لموك عليها العبيد نادرة لملوم؟ شنو على شنو لموك الناس؟ قلت الناس لمتني بمحبة، على شنو لموني؟ خاطر قالوا لي الدور مش في مستوى اسمك نادرة لملوم، تعودنا بيك في أدوار معناها أدوار تنجم حتى مش في مساحة في حجم الدور مش غادي المشكل. لكن قالوا لي بي نادرة لملوم موجودة ما وينك ما ريناكش. ونرجع للتفاصيل ولي ديتاي نتاع العمل، بعد في المونتاج بيدو برشا دي سيكونس طاحوا في الماء على خاطر ما فماش غاكور، خاطر ما فماش ديبويمون صحيح، على خاطر تجي تربط من بعد الأحداث في المونتاج تلقاها خرج بصورية زرقاء رجع بصورية بيضاء، معناها ما عادش تتعدى. فهمت دونك تلقى روحك أنت بيدك مجهودك مشى هكاكا. فهمت نمشيو الأولاد مفيدة والدورة لطيفة، الدور الحدث في حياتك وفي مسيرتك الفنية اللي عمل لك أنت شارة وشعبية واسعة برشا. كي نقولوا لطيفة شنو نجم نقولوا بعد؟ هو الدور حلو والمسلسل ناجح، ومن أول ما قريته وفما برشا نظام خاجي في الخدمة زيدا ما نكذبوش على أبعادنا، واش تقولي دونك سوي مع سامي سوي مع سوسن. لطيفة جيت وقت اللي الديجيتال معناها وقت اللي ريزو سوسيو معناها متحركين، تلقى روحك كونيكتي مع عبيد ان بو بارتو في العالم، تلقى الناس تكلمك من كل بلاصة، من تونس من خارج تونس من القارات الكل بريسك. مسلسل خذي صدى طيب، نجح، تشيف برشا في كل معناها الحقيقة معناها عند العرب وغير العرب. دونك هذيك يمكن اللي صنع الحدث، لكن ما يمنعش اللي زيد الحقيقة أدواري كلها أما ما جيوش في التوقيت نتاع ولاد، وهو عمل ناجح. جوستومون كانت تفكر لنا طرفة من ولاد مفيدة تو، مرة أخرى وحيدة حكت لنا طرفة مش نورمال. ذكرنا أنت طرفة صارت لك تو مع الأولاد. مع الأوليد والله هي شو طرفة برشا ترقف، يعني حب نذكر طرفة صارت مع سامي اللي نحييه وشاء الله ربي يفرج عليه. شاء الله ربي يفرج عليه. سامي من الناس اللي آخر واحد يروح وأول واحد يجي. دونك ريتك البوز متاع الفطور هي ساعة. يسرق يرقد في الساعة هذيك باش نبدلوا من بيت لبيت في الديكور. دخل ما منعش كيفاش دخل تحت الديكور راقد ما تفيقش بيه. قعدنا انا وبنيتي خديجه، بنات سامي وخديجه ونحييهم زيدا وشاشا، قاعدين نفطروا وحيده نحكي وحاسيلو قطعنا وريشنا في الماكله، حتى بنتورا قلنا الماكله ما عجبتنيش، الدنيا بارده، كارهم جيبونا شوفاش ادراش حاسيلو هبطنا وقايمونا البير روحوا بينا البير حماخر، اليوم جابونا بكري واحنا ما نجمعوش معنا ما نعملوا قطعنا وريشنا بالقديب القديب القديب، خرج راسه بارك الله فيكم قالنا تخلطت هذا خويا يعطيكم الصحه، سمعتكم كلمه معناتها انت وحيده دريجي وبناته يتذكروها سخت المو حتى البنات جوستومون قاعدين معناتها يقطعوا ويريشوا في بوهم في كل شيء في الدنيا ومش عاجبهم البترول اللي هي تبع بوهم واحنا راهو سافا معناها الحقيقه الماكله اما كيك نتشكي وكاو الدليل نتاع الممثلين. قلت انه حلمي التنشيط الاذاعي والتلفزي توا ما جاتش فرصه نادره، ما جاتش فرصة حقيقية، فرصة معناها بمعنى انها بالحق معناها كلام وكهو. فهمتك معناتها ما جاتكش عرض من وطنية ولا من علاش ما تعملش دوسي وتقدم ما جربتش، يمكن فكرة بهي فكرة اعمل دوسي وقدم وللتنافس للإذاعات الحقيقة ولا. ساعات حتى فكره نحكيها على انستغرام نلقاها برنامج بعد ليلي ما عادش تحكي حتى شيء، تعمل فكرة وتقيدها في حقوق المؤلف وتعطيها صحيح فوالا انا شو اذا كان فما برنامج حاضر انا حاضر نحب سينو عندي افكار معناها تلمام الدومين هذا عرفت فيه وتفرجت فيه برشا وعرفت فيه برشا معناها وجوه معروفه وفنانين وكل، دونك يجي لبالي افكار مهمه انتريسونت برشا. شنو البرامج اللي يجيو لمخك انك تحب تنشطها؟ انا نحب اجتماعي اجتماعي لا فيغيتي، خاطر انا ديجا عندي من نقول لك وكيف فزيت هذوكم
نوع لي مش بالضبط مش أي. بالضبط انا كل يوم نقرا 4-5 مساجات نتاع مشاكل الناس نتاع الناس اللي ترتاح لك تحب فهمت تحبك تعاونها نحب البرامج الاجتماعيه ياسر ونحب البرامج الترفيهيه نجم روحك نادره نحب انا ساعات نقول واحد حاجه بسيطه باش يوصل مساج بغنيه احلى من اللي يقول جمله جوستمون اي اما تنجم روحك ولا تعدي ليميسيون تبكي خاطر مسخفتك الحالة هذيك اللي يمكن نبدل من المود فيه ساعة ندخل ونخرج فاسيلمون لكن ما يمنعش اللي نتأثر صحيح ساعات حاجات تتأثر فيا معناها ندري لملوم كان فما سؤال كنت أتمنى أني أنا نسأله وأنا ما سألتوش شنو اسأل اللي تحب شنو سؤال اللي تتمنى أني نسأله لك سؤالك صعيب يا مدام ما عندكش حاجة في مخك تحب تقولها والله انا اللي في قلبي على لساني اللي تحب تساله انا نجاوبك ها باش نسالك فما ناس تسال على اولاد مفيده ستة ما فهميش اولاد مفيده ستة ما فهميش لا لا هو باش عمل ينجح شوف نرجع نقول انت حسب الناس اللي تتعامل معاهم شوف مع سامي حتى شيء ما هو سيغ ريت احنا نبداو نخدموا يقول ينجح الجزء هذا يمكن العام الجاي فما يمكن لا معناها وهو ناجح وهو البر سؤال خطير نضال السعدي مات ولا مازال حي لا هي التمثيل والله ربي طول في عمرك وخلي ربي طول في عمري نضال بايرب بايرب فوالا بالحق حتى احنا ما نعرفوش بالحق بالحق هذايا حتى حد ما يعرف حتى احنا ما نعرفوش خاطر مربوط باسكو فما جزء السادس ولا لا خليتونا معلقين حرام عليكم خليناه يحلم وكها يعني سي فري حتى احنا الممثلين ملي انت سامحني باش خالته معناها باش خالته وقت ما تكونش قريبه لدرجه انك تعرف ولد اختك باش خالته ماذا بيا ما يموتش ماذا بيا وبعد تقول انا الخاله الحنينه باش الخاله الحنينه انا توا نعارك فيك مش انا والبنات اللي قاعدين يتفرجوا واللي انت ما بردتهمش على قلوبهم انت شيف اشرف تحب تعرف اي نحب نعرف والله ماذا بيك تعرف تونس كل تحب تعرف ان شاء الله يحن علينا سامي ويكتب الجزء السابع نجم نستنى ونعرف اللي توا السادس نعرف اللي توا سوسن قاعده تحضر في مسلسل جديد مش ولاد مفيده لكن ان شاء الله تكتبوا لنا البارتي السادسه بصراحه بردوا على قلوبك البنيات والله يسخفوني والله نادرة الملوم شكرا جزيلا لحضورك الكريم شكرا انك لقيت لنا وقت في خضم لي ريبيتيسيون مع الامتحانات ولي ريبيتيسيون ما نعاود نقرا تو نعاود نعدي من الاول وجديد جوستومون في الختام نادرة شنو تقول لي سعيد الصغيرات الكل في امتحاناتهم يا ربي انا زاده سعيده برشا باللقاء هذايا وفرحانه برشا بوجودي معكم اول مره في قناه تلفزه تي في فرحانه اللي شفتك نسلم على الناس اللي تحبني الكل نسلم على خويتي اللي لبرا نسلم على التوينس الكل وين ما كانوا من شمال الجنوب وخارج تونس وان شاء الله ديما اعمالي تعجبكم وتدخل قلوبكم وان شاء الله اعمال تونسيه كل موافقه وقتاش تحضر مسرحيتك وحلى بوانتيان تشاتي سوغي قررنا ثلاثة مرات البريمير وثلاثة مرات نوخروا البريمير على خاطر على خاطر الجائحة وعلى خاطر الكوفر فو اللي هو 8 كان بريفيو نهار 20 ديسمبر واحنا يلزمنا نخدموا بالحق خاطر عينا منه الوضع هذا وان شاء الله وزاره الثقافه نداء لوزاره الثقافه انها تشوف حل بالحق معنا نخدموا في ظروف صحيه ما يسالش خاطر زاده الناس في حاجه للثقافه والمثقف في حاجة حاجته في حاجه انه يعمل فوالا دونك ما فهميش علاش باش كل شيء الحياه يصير بنسق ما بون نسق طبيعي لكن احترام ظروف صحيه كيف كيف زاد الثقافه راه تنجم تمشي اون باراليل معناها جوستومون ميرسي نادرة سالا بور بيانتو كي تسمعوا ايجا وعدني انه كل ما يبدا فما عندك عروض تكلمني ولا تكلم فدوى وتعطينا العروض باش احنا نقولوهم هوني باش الناس تعرف الاوقات نتاع العروض وتجيكم دونك ميرسي الدوره ميرسي اختي ان شاء الله ديما متالقه ان شاء الله ديما موفقه ميرسي لكم انتم اللي قاعدين تتابعوا فينا شنو مازال عندنا توا شنو مازال عندنا توا الدرساج توت سويت مع الشيف أشرف.